بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة كريم أميري ندوة علمية تهيئة استخدام واقيات الشمس. تقدم الندوة العلمية الدكتورة نور سهيل. معلومات عن المحاضر. فكري والصيدلة جامعة بغداد، كذلك العراق. أحمد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. أهلا وسهلا مرة سيد أخرى، الجميع، تفضل دكتورة. اليوم إن شاء الله محاضرتنا عن أهمية استخدام واقي الشمس. طبعا لحد هاي اللحظة الكثير من الناس خصوصا الرجال يستخدمون واقي الشمس، والنساء هم مو كلهم. فاليوم أريد أبين لكم أهمية استخدام واقي الشمس، وأنه إن شاء الله يعني بأنه من باكر الكل يعني حتى اللي ما مشتري يشتري واقي ويصير ضمن روتين اليومي. يعتبر استخدام واقي الشمس في روتين بشرتنا الصباحي هو أحد أفضل وأسهل الطرق لحماية مظهر البشرة وصحتها في أي عمر. عند استخدامه بانتظام سيساعد على منع حروق الشمس وسرطان الجلد والشيخوخة المبكرة. يعني الناس عبالهم انه واقي الشمس فتشي يعني بس مجرد تجميل او كوزمتك، هو لا، يحمينا من اهم سرطان يصيب الانسان اللي هو سرطان الجلد، واللي علاجه كلش صعب، بالاضافة للتجاعيد، بالاضافة للحروق. ماذا يفعل واقي الشمس؟ طبعا يمكن واقي الشمس ان ينقل، يعتقدون انه فتشي هو حالة مثل الامرجنسي يعني حالة طارئ انه واحد لازم يستخدمه. إذا كنت تعرف كيفية استخدامه بفعالية الشمس الضارة، لأن أشعة الشمس بها أشعة ضارة اللي هي الأشعة فوق البنفسجية. طبعا أشعة فوق البنفسجية أكو ثلاث أنواع، الـ UVA والـ UVB والـ UV هي بس بالفضاء، فعلينا بالأشعة اللي توصل للأرض اللي هي الـ UVA والـ UVB. الـ UVA طولها الموجي يكون طويل، أما الـ B يكون قصير. هذني الأشعتين اثنيناتهم أكو اختلافات يعني بالضرر اللي يصيب به البشرة وبتأثيرهم على البشرة. فيمكن أنه عامل حماية من أشعة الشمس يحمينا من التصبغات والشيخوخة المبكرة والأضرار التي قد تؤدي إلى إصابة بسرطان الجلد. ما فائدة واقي الشمس للوجه؟ يعتبر الجلد هو أكبر عضو في جسمنا، مثل ما نعرف يعني أكيد نحن ماخذين من احنا صغار درجة الأساس إليه، بالإضافة ننظم درجة حرارة الجسم، وكذلك أشعة الشمس الضارة. إذا ما احنا لازم حتى بدون تطبيق الواقي الشمس تكون البشرة معرضة لكثير من المشاكل، وفي ما يلي أهم خمس أسباب تجعلنا من الضروري أن نستخدم واقي الشمس يومياً. أول شيء، استخدام واقي الشمس راح يأخر ظهور علامات الشيخوخة. إذا كنت ترغب في تأخير ظهور علامات الشيخوخة، فاجعل واقي الشمس صديقك وصديقة بشرتك، حيث يمكن أن يؤدي الخروج في الشمس دون حماية إلى إتلاف طبقة الكولاجين والأنسجة الضامة لبشرتك، فيؤدي إلى فقدان مرونة الجلد واكتساب التجاعيد مع الوقت. ثاني شيء، الحد من ظهور بقع وتصبغات الشمس. يمكن أن يسبب التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية في ظهور مظهر الشيخوخة. تحدث هذه البقع بسبب فرط تصبغ الجلد، وعادة ما تكون مناطق مسطحة من جلد متغيرة اللون، والتي يمكن أن تكون بدرجات مختلفة من اللون البني. وهذه البقع مو بس بالوجه، ظهر اليدين. ثالث شيء اللي وفرناه الواقي هو حماية الجلد من حروق الشمس. قد يؤدي التعرض المفرط للشمس بدون حماية، خاصة إذا كان بهدف التسمير، إلى إصابة بحروق شديدة ومؤلمة، كما يمكن أن ترى زيادة في البقع من خطر إصابة بسرطان الجلد الشفاء. لذلك من الضروري دائما ارتداء واقي الشمس حتى في الأيام الباردة المليئة بالغيوم. أكو نقطة هنا، كثير من الناس يعتقدون
مثلا من تجي ايام الشتاء من يشوف الجو مغيم او دا تمطر يقول ماكو داعي خلي باقي شمس يعني ما راح انظر. هو لا، هذا المعتقد خاطئ، لانه بالايام المغيمه او دا تمطر او حتى ايام الثلج 80% من اشعه الشمس راح تعبر لنا وتصيبنا. فيعني بكل الايام احنا حتى لو كان الجو مغيم احنا لازم ما طول الدنيا نهار لازم نستخدم باقي الشمس. رابع شيء تقليل مخاطر الاصابه بسرطان الجلد. يعتبر استخدام واقي الشمس من أفضل طرق تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد، حيث يمكن الأشعة فوق البنفسجية إتلاف جدران الأوعية الدموية للجلد فيؤدي إلى ترققها، ويؤدي هذا الترقق إلى الحصول على بشرة صحية بشكل عام. البشرة حتكون أكثر صحة بشكل عام عند استخدام كريم الوقاية من أشعة الشمس، لأن حيحمي البروتينات الأساسية بالجلد مثل الكيراتين. هاي البروتينات هي مسؤولة بشكل أساسي عن الحفاظ على البشرة ناعمة وصحية في المظهر والوظيفة. الشمس يعني ما راح يعرف شلون تختارون النوع المناسب. أول شيء شنو الـ SPF؟ كل الواقيات مكتوب عليها هذا الرمز SPF، هو اختصار Sun Protection Factor، يعني عامل الحماية من الشمس. هذا يعني عامل الحماية من الشمس هو مؤشر لمستوى حماية المنتج من حروق الشمس، أو يمثل قدرة الواقي من الشمس على الحماية من جزء معين من أشعة فوق البنفسجية. على سبيل المثال مثلا يعني إذا يجي شخص يوقف تحت الشمس بدون ما يخلي واقي الشمس، يظل واقف تحت الشمس 10 دقائق احتمال، يعني يحتاج، يعني طبعا هذا الشيء يختلف من شخص إلى آخر، احتمال قسم 5 دقائق قسم 10 دقائق ويلتهب وجهه إذا ما خال بقايا. بينما إذا خلى واقي مع الشمس راح يحتاج إنه يوقف تحت الشمس 3 ساعات و20 دقيقة يلا التهاب وجهه بنفس المقدار اللي التهبه بدون حماية 200 حتى يلتهب وجهه بدون ما يستخدم واقي، حيطلع لنا 20. معناتها الـ SPF أو عامل الحماية من الشمس المناسب إله هو 20. وبشكل عام هذا يعني انه ما معاقبه بحروق الشمس مما كنت ستاخذها بدون حمايه. يعني اللي مكتوب عليه SPF 20 يحميني 20 مره اكثر مما لو اصلا ما استخدمت واقي الشمس. المقدار الكامل مكتوب عليه تجاوزك للـ SPF 30 تصبح الحماية أعلى تدريجياً. على سبيل المثال يحمي واقي الشمس SPF 30 البشرة من حوالي 97% من أشعة الشمس الفوق البنفسجية، في حين أن عامل الحماية 50 يحمي من حوالي 98%. يعني أقل واقي الشمس يعني تشتروه هو يكون مكتوب 97% من أشعة الشمس، واللي مكتوب عليه SPF 50 راح يحميني من 98%، يعني الفرق مو هواية. فلهذا إذا واحد استخدم SPF 30 يعني كلش كافي. بس على العموم أنا أنصح الشخص هذا مو معناته راح يكون 100%. هاي شغلة تجارية، لأن 50 يحميني 98 بينما الـ SPF يحميني من 92 50 كلش كافي. فاثنيناتهم يعتبرون أنهم نفس المفعول ومدة الحماية. هسا نرجع على الفرق، شنو الفرق بين الـ UVA والـ UVB؟ هناك العديد من أنواع الأشعة المختلفة الموجودة في ضوء الشمس، وتسمى الأشعة الأكثر ضرا لجلدنا بالأشعة فوق البنفسجية UV اللي هي الأطرا فايلوت. هناك نوعان أساسيان من الأشعة فوق البنفسجية اللي تصل سطح الأرض، وهما الـ UVA اللي هي أشعة طويلة طول، يعني طول الموجة مالتها طويل، والـ UVB اللي هي الأشعة القصيرة. أكو اختلافات بينها، سنتعرف على الاختلافات بينها بما يخص تأثيرها. تعتبر الـ UVA القاتلة الصامتة لأنها على عكس الـ UVB لا تشعر بآثار الأشعة فوق البنفسجية التي تضر بشرتك. أشعة الـ UVA هي اللي تسبب تسمير للبشرة، ولا يمكنك الشعور بها إلا إذا صبت بالحروق، لأن التسمير ليس مؤلماً. تسبب أشعة الـ UVB التي تلامس الجلد أعراض واضحة مثل حروق الشمس، وتغير لون الجلد الذي يمكن أن تلاحظه على الجسم.
تخترق أشعة اليو في أي الجلد بشكل أعمق من الأشعة فوق بنفسجية بي، فتدمر تدريجيا المواد أشعة اليو في أي سببا رئيسيا للتجاعيد وسبب أو مساهم رئيسي في جميع أنواع سرطان الجلد. أشعة اليو في أي تخترق الزجاج بينما لا تخترق الأشعة الفوق النفسجية البي ما لم يتم معالجة النوافذ التي تعمل فيها أو نوافذ سيارتك بشكل خاص لتصفية الأشعة الفوق النفسجية. يظل جلدك معالج. يعني أكو شغلة مهمة، أنه الناس اللي قاعدة ببيتها بالنهار وقاعدة ورا الشباك خدمة مناقشة مثلاً، هاي اليو في اي حتى الزجاج ممكن تخترقه، حتى لو واحد قاعد بسيارة ومصعد الجامع هم مات اليو في اي هم ممكن تخترقه، وقاعدين ورا الزجاج او ورا الشباك عشان لازم نستخدم مناقشة مثلاً. ما طول احنا كلمة بودي سبكترام دا نلاحظها مكتوبة على باقي الشمس، معنات هاي الكلمة إنه مكتوب عليه هاي العبارة، يعني نختار إنه يحمينا من اليو مختلف نوع لآخر حسب معايير الدولة. بدول أوروبا يتم دائرة زائد يو في بي، يعني معناتها هذا الباقي يحمي البشرة من أشعة اليو في اي بشكل أكثر بوزيتيف أو بي اي أربعة بوزيتيف، معناتها إنه هم نفس المعنى إنه يحمي هذا الباقي يحميني من اليو في اي. عدد الصرايب كل ما معناتها حماية أكثر في اي، يعني واقع الشمس مرات نشوف عليه مكتوب سنة إنه ماكو فرق، لا أكو فرق بهاي الكلمة، لأنه الواقيات تنقسم إلى نوعين، نوع فيزيائي ونوع كيميائي. حسب العالية من على الواقي الفيزيائي والسنس جرين على الواقي الكيميائي. يعتبر السنس جرين هو نوع الشمس فوق بنفسجية يحافظ على معظم الأشعة بعيدا ولكنه يسمح لبعضها بالدخول، ويمكن أيضا أن يطلق عليه اسم واقي الشمس الكيميائي الكيميكال سيرك، عكسها يخليها أصلها نهائيا ما يخليها تخترق البشرة. أما الكيميائي لا، يخلي الأشعة تدخل بس شنو؟ هاي الأشعة ضارة حيحولها إلى غير ضارة، يصير تفاعل بداخل البشرة إنه يحول بلوك. يحتوي طبعا على مكونات مختلفة، اثنيناتهم بالنتيجة راح يحموني من أشعة الشمس، لكن يقومون بهذا الشيء بطريقة مختلفة. السانس جرين يحتوي على مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية التي تعمل على امتصاص الأشعة فوق بنفسجية الضارة قبل أن تخترق البشرة. هذه يحتوي البعض على مكونات نشطة بما في ذلك الأوكسيبنزون أو الأفوبنزون، ولكن يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه مكونات معينة من زوك أسيد، وبالتالي قد يختارون استخدام البلوك بدلا من السكرين. يعني قسم عندهم حساسية لهاي المادة، وبهاي الحالة يعني يلجؤون لاستخدام الواقي الفيزيائي اللي هو السن بلوك. كذلك قسم يتحسسون من العطور والزيوت اللي موجودة بالواقي مات الشمس، لازم يختارون نوع مكتوب عليه مزيج من البلوك والسنسجرين. يعني بعض الشركات تمتلك السنسجرين، يعني بيه فلاتر فيزيائية وفلاتر كيميائية. فمن المهم ان انه نشوف بظهر العلبة المكونات مالها. أما السن بلوك اللي هو الفيزيائي يحتوي لي أما على ثاني أكسيد التيتانيوم اللي هو تيتانيوم دايوكسيد أو أكسيد الزنك زنك أوكسيد، كان هو السبب في أنه تركيبة تبدو أكثر سمكا.
أكيد الكثير منكم يعرفون كريم الحفاضات اللي يستخدم للأطفال الصودا كريم، يحتوي على مثخين ومن واحد يخليه على البشرة صعوبة ينمد على البشرة لأن ثقيل جاء عن الزنك أوكسيد نفسه. هو هذا الزنك أوكسيد هو هذا الغلاف الغذائي اللي يستخدم لحماية البشرة من أشعة الشمس، فيجد بعض الناس صعوبة على البشرة. أيضا قد ما يحبون مظهره أو يعني تسعى أنه تتغلب على هاي المشكلة. أيهما أفضل، واقي الشمس الفيزيائي أو الكيمياء؟ كل واحد منهم إلى ميزات وإلى عيوب. من ناحية المكونات يعتبر الواقي الشمس الفيزيائي هو أفضل اختيار، ما يبين أحد خالص شيء، مو مثل الفيزيائي اللي يترك طبقة بيضاء ويختار حسب ما يناسب. هذا واقي الشمس الفيزيائي نعرفه من خلال الكلمات موجودة على العلبة، أما يكتبون عليه قلنا سان بلوك أو يكتبون عليه زنك أوكسيد فيزيائي. هل يوجد واقي الشمس ضد الماء؟ في كثير من الأحيان نرى كلمة مقاوم للماء والتعرق على واقي الشمس، يعني أن هذا النوع من واقية الشمس يدوم لفترة أطول مقاوم للماء لا يحتاج إلى تجديد خلال اليوم، وأنه لازم مع التعرق الشديد والرطوبة. هذا مفهوم من ما جاوبكم على أسئلتكم. هل واقي الشمس يعتبر مرطب؟ يساعد واقي الشمس في ترطيب البشرة إذا كان يحتوي على مواد إضافية مرطبة. يعني هو الواقي الشمس ما يعتبر مرطب إلا إذا أكو بعض الشركات مرطبة فيعتبرهم مرطب وهم ما توجد. يعني إنه الكريم مرطب للبشرة استخدامه يحتوي على عامل حماية قليلة فلاتر من واقي الشمس. الشمس يفتح البشرة هو ولا الواقي واحدة ما يفتح، هو بس يحمينا من الاسمرار ومن حروق الشمس. من الاسمرار ينتج الاسمران عن أشعة الشمس فوق بنفس أضرار الشمس. شو كنت واحد يعرف إنه بدأت بشرته تنبار من الشمس؟ من يبدي يسمر؟ لأن الاسمرار هو أول خطوة خطوات يعني قبل ما تنحرق البشرة، فهو يبدي واحد يسمر. وعند استخدام واقية طويلة مقال يعني احنا مو نجي بس تحصلون يعني على فائدة كافية من الواقع. وإذا كنت تتعرض لأشعة الشمس كثيرا فقد تتعرض للسمرة بمرور الوقت حتى إذا قمت بتطبيق الواقي وكررت وضعه، لأنه لا يوجد واقي من الشمس يحجب 100% من احتمال يسمر. لأنه قلنا الواقي قلت كانت الـ SPF مكتوب عليها 100 معناتها ما يحمي 100% من أشعة الشمس، يحمي بنسبة 98. فإذا واحد يعني شغله تحت الشمس يعني دوامه مثلا يوم كله تحت الشمس ويخلي واقي SPF 100 ويعيده كل ساعتين، هم احتمال إنه يتعرض للإسمرار.
لكن هذا الشيء حيكون طبعا بدرجة أقل. مما لو أصلا ما استخدم المناسب لبشرتي. عند اختيار أي واحد هسه من يريد يختار باقي الشمس قلنا SPF أقل شيء يختار 30 فما فوق، ويفضل أن يكون الباقي مكتوب عليه عبارة مقاوم للماء والتعرق حتى يعني أيام الحر أو دي يعرق أو دي يصبح حتى ما ينزال تأثيره رأس حتى يظل أطول فترة مكتوب. ولازم تجافة تستخدم واقي بشرة دهنية أو هي بشرتها الدهنية تستخدم واقي من بشرة جبح وقوام معين لواقي الشمس. فيما لبعض العلامات والأساسيات البسيطة التي تخبرك بأن المنتج مناسب كوموديجينيك يعني لحبوب شباب لنقص انسداد المسام اويل فري يعني ما يسوي لمعة. الجل اللي هو يكون شلون شايفين جل الصينية مخفف بحيث يصير سائل حتى مدى على بشرة يكون سهل وامتصاصه يكون أسرع، هذا يكون كلش مناسب للبشرة الدهنية والمختلطة أو اللي تطلع بها. أما إذا كانت البشرة جافة فبالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الجافة يمكن أن يكون الوقت الذي يقضونه في الشمس الجافة تحدي كبيرا ويوصل الأطباء باختيار واقيات الشمس غنية بالمكر اللي تحتوي على سيرام هيدرونيك هذا الواقي المرطب، لأن البشرة الجافة دائما تحتاج إلى ترطيب، وهاي المواد لها قدرة على تلين وتهدئة البشرة الجافة. هاي الحالة نبحث عن واقي الشجرة الجافة. أما إذا كانت البشرة حساسة مشكلة لأكثر من 50% من النساء و40% من الرجال يكون كلش حساس، فهذا هو السبب في أن الأشخاص ذو البشرة الحساسة قد يعانون من عدم الراحة، ويمكن أن تؤدي حاصرات الأشعة في الحلق أكثر شيوعاً اللي هي الأوكسيبنزون ثنائي فنيل ميثان سيناميت والبنزوفينون. وبالتالي عند اختيار واقي الشمس لبشرة حساسة يجب الانتباه لهذه المكونات وتجنبها، بالإضافة إلى تجنب استخدام واقي الشمس الذي يحتوي على روائح عطرية. واختيار هل يستخدم واقي الشمس للأطفال؟ يجب إبعاد الأطفال اللي تقل أعمارهم عن 6 أشهر عن الشمس، لأن بشرتهم حتكون كلش حساسة وتحتوي على قليل جدا من مادة الميلانين من أجل كمية صغيرة من واقي الشلل وهم خالية من الدموع لا تسبب ألم لعيون الطفل. وفي حال استخدام واقي الشمس البخاخ
لا تبخه مباشرة على وجههم، أول شي بخه على إيده زي ما ترطين، يعني رأسا واحد بشرته ما غاسلها يجي يخلي رأسنا المعقب، يجي حالة اكتمال بشرة قبل ما أستخدمه لازم أغسل وجهي بغسول مناسب حسب بشرتي، إذا بشرتي جافة أستخدم غسول البشرة الجافة، إذا بشرتي دهنية أستخدم غسول مناسب للبشرة الدهنية. أنواع البشرة تحتاج مرطب، ما يخلونها مرطب بحسب واحد دهنية، تستخدم أول شيء نغسل بشرتنا بغسول مناسب للبشرة، بعدين نرطبها، بعدين نخلي واقي الشمس. وأكو واقيات مكتوب عليها أنه ممكن نخليها منطقة تحت العين أخليها، بس إذا كان ما مكتوب عليها العبارة فما نخليها تحت العين. ويفضل أنه طبعا يخلي واقي الشمس قبل ما واحد ما يطلع للشمس. بنص ساعة ولازم يتجدد الواقي كل ساعة ونص أو كل ساعتين. شنو الكمية المناسبة؟ يعني مد الكريم على طول إصبعي السبابة والوسطى، هاي الكمية كافية للوجه وللرقبة. كم مدة واقي الشمس على الوجه أو متى ينتهي مفعول واقي الشمس؟ يستمر مفعول واقي الشمس على الوجه أقل هاي المدة، وده يعرق بشكل شديد خصوصا الأيام الحار وأيام الصيف مالتنا، أو ده يمارس رياضة، لذلك دائما ننصح بتجديد الواقي كل ساعتين. وإذا كانت بشرتك حساسة أو تعرضت للماء فيمكن تجديده كل ساعة أو ساعة ونص. كم مدة صلاحية واقي استخدام أملام؟ انظر إلى تاريخ انتهاء الصلاحية للعبوة. إذا لم يكن هناك تاريخ انتهاء صلاحية محدد يمكنك افتراض أنه جيد لمدة 3 سنوات بعد تاريخ الشراء، يعني إذا ما مكتوب إكسباير على العلبة فأنت احسب له 3 سنوات من تاريخ الشراء وفقا لإدارة الغذاء والدواء. هل إذا ما به تاريخ انتهاء صلاحية؟ بالتأكيد نعم، مثل أي منتج مصنع ومصمم لصحة البشرة والجلد يجب التخلص من أي واقي شمس غير أنه في حالة إذا استخدمته بعد هذا التاريخ حيكون غير فعال في حماية البشرة من حروق الشمس. ونظرا لأن بعض البلدان لا تتطلب استخدام تواريخ انتهاء صلاحية على واقي الشمس، فمن جيد كتابة الشهر والسنة اللي اشتريتها فيه، يعني واحد أول ما يشتري يكتب تاريخ الشراء على العبوة حتى يعرف أنه ورا 3 سنين يتخلص من عنده. وهناك مؤشر آخر يدر على انتهاء صلاحية، إذا واحد اكتشف أنه ريحة الواقي تغيرت أو القوام مات أو لونه أو كيفية تطبيقه على البشرة، فهاي كلها مدل أنه صار إكسباير. وأخيرا واحد يستخدم حكم الخاص، على سبيل المثال إذا ترك عبوة الواقي مات الشمس بسيارة ساخنة لمدة سنة فأكيد هاي راح تتلف بسنة واحدة، مو يعني نحتاج إلى 3 سنين يلا نقول هذا تثبت، لا يعني ظروف الخزن هم تأثر تخلي الفترة مع الإكسباير تصير أقل. كيفية خزن واقي الشمس؟ يمكنك الحفاظ على واقي الشمس في حالة جيدة من خلال تخزينه في مكان بارد ومظلم، حيث يمكن أن يؤدي تعريض عبوة للحرارة الزائدة وأشعة الشمس مظهر واقي الشمس وملمسه ورائحته طبيعية، فيمكنك استخدامه إذا لم يكن لديك خيار آخر. يعني إذا واحد مخلص ما عنده واقي، باقي عنده واحد صاير إكسباير، بس شفتي هذا الإكسباير إنه ما متغير قوامه ولا صاير بريحة ما طيبة ولا شيء، ف
نستخدمه بين ما نشتري واحد أحسن مما ما نستخدم على الإطلاق، ولكن هاي الحالة أو احتمال راح يضرنا في التفاعلات يخرب يعني، وبالتالي يمكنك فعل ذلك لحد ما تشتري واحد جديد. متى استخدم واقي الشمس؟ يجب عليك استخدام واقي الشمس قبل التعرض لأشعة الشمس في أي وقت، بداية من أول اليوم حتى نهايته، وأيضا في أيام الشتاء، ويجب استخدامه قبل الخروج بنصف ساعة حتى يمتص الجلد ويعطي مفعوله. متى أضع واقي الشمس؟ هل قبل المرطب؟ لا، يوضع واقي الشمس بعد الكريم المرطب. قلنا أول شيء نغسل بشرتنا بالغسول، بعدين نخلي المرطب، بعدين نستخدم واقي الشمس. يعني واقي الشمس هو آخر خطوة بالسكين كير، وهو قبل المكياج. بالنسبة للبنات يخلون المكياج، يخلون الواقي بعدين يلا يخلون فوق المكياج. متى يوضع واقي الشمس مع المكياج؟ إذا كنت ستضعين مكياج قبل الخروج، فيمكنك ترطيب بشرتك وتوزيع واقي الشمس، ثم الانتظار يجف، بعدها يوضع المكياج. وعندما تريدين تجديد واقي الشمس دون أن يتأثر مكياجك، تستخدمين النوع اللي موجود على شكل سبراي بخاخ أو على شكل باودر، هذا تجدد بيه يعني للتجديد فوق المكياج، ممكن نستخدمه. شلون ننزل واقي الشمس من الوجه؟ بعد العودة للمنزل تتنظف البشرة من بقايا واقي الشمس والأتربة والشوائب المختلفة حتى ما تتراكم بالمساب وتسبب ظهور حبوب، وهذا يتم باستخدام غسول أو صابون مخصص للبشرة. لكن إذا أكو مكياج على البشرة، لازم أول شيء نستخدم مزيل مكياج ميك اب ريموفر أو ماء مسيلر، وبعدين نغسل بشرتنا. هل واقي الشمس يضر البشرة؟ بالتأكيد لا، لكن مثل أي منتج يتم تطبيقه على البشرة، يجب أن تختار مكوناته وأنواعه حسب نوع بشرتك، وتجنب المكونات التي تسبب لاختبار حساسية قبل وضع المنتج على بشرتنا. طبعا أي منتج نستخدمه يفضل نسوي هذا اختبار حساسية، من كل شخص معرض أنه يتحسس من أي منتج. شلون نسوي هذا اختبار حساسية؟ نأخذ كمية بسيطة من المنتج، نخليه أما على الذراع أو على الرقبة أو على جانب الوجه، وننتظر 24 ساعة ونراقب تأثير الكريم على الجلد. إذا ما سبب لي احمرار أو تهيج بالمنطقة، معناتها هو تأثير عكسي للمنتج، فيمكنك استخدامه بأمان. أما في حالة وجود احمرار أو وغز بالمكان، لازم نغسله على الفور ونخلي كريم مضاد حيوي. هل واقي الشمس يؤدي لنقص فيتامين دي؟ يعني هاي النقطة إي ولا، لأنه أظهرت الدراسات أن الاستخدام المنتظم للواقي من الشمس من غير المرجح أن يسبب نقص في فيتامين دي، نظرا لأن كمية الفيتامين دي التي تلقاها الشخص من الشمس غير ثابتة، والتعرض لأشعة الشمس يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد. وتوصل الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية في هذه الحالة بالحصول على فيتامين دي من خلال نظام غذائي صحي يحتوي على الأطعمة والمشروبات المدعمة مع فيتامين دي مع تناول مكملات فيتامين دي. ويمكنك التعرض للشمس بدون كريم واقي لتلقي فيتامين دي من بداية الشروق وقبل الغروب، لكن بداية من الساعة 11 الظهر حتى 5 فأشعة الشمس تكون شديدة وضارة للجلد. يعني إذا أنه الواقي الشمس، طبعا هو شنو فيتامين دي؟ يحتاج انه يتعرض لليو بي بي حتى يشتغل بجسمنا، يعني لازم يتعرض اشعه الشمس حتى يشتغل. احنا قلنا واقي الشمس ما راح يحمينا 100% من اشعه زائده امن لها، يفضل نتجنب الواقيات الكيميائيه. لماذا واقي الشمس يتقشر؟ في الحقيقه ان واقي الشمس لا يتقشر وما يقشر الجلد، لكن يحدث ذلك اذا واحد طب أو بسبب استخدام منتجات أخرى قبله. لكن إذا لاحظت نفس المشكلة مرة أخرى حتى بعد معالجة هذه المشاكل، لازم الواحد يشيك مادة الإكسباير والتركيبة مادة. لماذا واقي الشمس يعرق الوجه؟ غالباً ما تحدث هذه المشكلة لبعض بسبب اختيار نوع غير مناسب لنوع بشرتهم. مثل ما قلنا لازم واحد يختار حسب نوع بشرته، يعني مو بشرة جافة ويستخدم واقي مخصص للبشرة الدهنية أو بالعكس، وطبعا هيك حالة راح يعني يعرق البشرة. ولحل هاي المشكلة ممكن نستخدم البودرة الشفافة اللي يسموها اللوز باودر، البنات أكيد يعرفوها، هاي تكون شفافة ما بيها لون، حتى الرجال ممكن يستخدموها ورا ما يخلون الواقي، بفرشة ويخلون بيها الباودر ويطبطبون بيها على الوجه، هاي راح تعرق أو يمنع إفراز المزيد من الزيوت، لماذا واقي الشمس يطلع
حبوب. تحدث هاي المشكلة أيضا نتيجة اختيار نوع خاطئ لنوع بشرتك، فمثلا بشرتك الدهنية واستخدمت كريم دهني أو ثقيل على البشرة، بالتأكيد راح يسد المسام ويؤدي لظهور حبوب. أيضا يجب اتباع روتين كامل مناسب لبشرتك، يعني احنا مو بس الواقي، لازم الكروتين كله مناسب لبشرتنا، الغسول والمرطب والواقي، حتى يساعد بعلاج بشرتنا. وما ننسى انه نزيل الواقي بعد من يعني بعد العودة الى المنزل حتى ما يتراكم بالمسام ويسبب حبوب. وهاي أمثلة عن واقيات الشمس وشركات مختلفة. والحمد لله، إن شاء الله كملت المحاضرة، إن شاء الله تكون استفاديتوا. إذا أحد عنده سؤال يطرحه بالشات. حقيقة ونفس الوقت تثقيفية حقيقة كثير من هذه المحاضرات لكي اتصال على ثقافة صحية. أي سؤال يتم طرحه في الشات أو رفع علامة هاند الكرينة خلاص. عليكم السلام. عليكم دكتورة، طبعا شكرت على هاي المحاضرة القيمة ومعلومات. أنا أشكر حضوركم المفيدة كلش. طبعا بس حبيت أسئلة سؤال، أكو واقيات شمس نوع بشرتك، هو اكو فد اختبار يقول لك عليه، يعني لا دهنية تأثر البشرة الجاف. شكرا دكتور. العفو دللي. مساء الخير. اهلا وسهلا. انا استاذة الدكتورة نضال متي بطرس، جامعة الامام جعفر الصادق، مديرة شعبة النفس والتوجيه التربوي في الجامعة. احنا يعني من زمن والدتي الله يرحمها، واحنا جيل ورانا ما حد ابد من استعمل اولاد اختي او بنات اخويا الى اخره، ما نستعمل ابد واقي، يعني واقي الشمس. بس يعني فهو هسه الفاونديشن يعني ممكن يعوض، يعني مهما يعني مش شايفه احد، يعني انا دا احكي على مستوى العائله ما يستعملون واقيات الشمس، لانه بينما الفاونديشن ما بيها ذاك التاثير، يعني فاونديشن فهو يقدر يعني مثلا شلون نقول بالتركيبات الداخلة بالمكونات. لا إلا إذا كان مكتوب عليه بعض، قلت لكم بالمحاضرة بعض المنتجات هي 2 في 1، مثلا كاتب عليه مرطب وواقي أو مفتح للبشرة وواقي. كذلك الفونديشنات، بعض الفونديشنات هي فونديشن بنفس الوقت خالين وياها واقي. شلون نعرف إنه مكتوب؟ تشوفين عبارة الـ SPF هي Sun Protection Factor، إذا موجودة عليه فمعناته هو فونديشن يشتغل هو واقي، بس إذا ما بها العبارة SPF معناته هو بس فونديشن، وهذا ما يحميني من الإشعاع. دكتورة هسه احنا كلتنا من البشرة البيضاء، يعني بشرتنا بيضاء، البشرة البيضاء هم تحتاج شو اسمه يعني هذا واقي الشمس؟ يعني كل أنواع البشرة تحتاج، يعني بالعكس نقول نخاف، لأن احنا لين بشرتنا بيضة نخاف نخلي البشرة البيضة معرضة للجعيد أو الجعد بصورة أسرع من البشرة السمراء، لأنه الميلانين بها أقل من البشرة السمراء. فالميلانين هو شنو وظيفته؟ هو يحمينا من أشعة الشمس، فإذا
خصوصا الاجانب يعني شايفتهم هم بيض، شايفتهم شان يكرمشون ويجعدون، يصير عندهم تجاعيد كلش قويه. بينما زين هذا السود او السمر يعني تجاعيدهم اقل او ابطا. هو يحمي التجاعيد لو ما يحمينا، هو مو يحمي وانما يمنع انه التجاعيد ضد التجاعيد. يعني قلت لكم اليو في اي هي تخترق الطبقه العميقه من البشره اللي هي طبقه الادمه. فتضرب، اما اليو في بي تشتغل على سطح البشره على الابيديرمس اللي هي المسؤوله عن الحروق والتصبغات. زين دكتورة بهاي الصورة اللي قدامي مكتوب 50، احنا ينصحونا يقولوا درستين مكتوب عليه SPF 50 كلش كافي. يعني اذا استخدمت 50 وكررتي كل ساعتين هذا كلش كافي. نعم دللي دللي، اهلا وسهلا بحضورك. نعم دكتورة مشكورة، دكتورة مشكورة. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا جزيلا قيمو على المعلومات. الشمس تسلم من الله خليك. مختلف تنتجين واقع الشمس مرات يوصل سعره 3000، مرات 5000، مره سعر يعني حتى مرات 60 دولار 70 دولار. يعني هسه مثلا واقع الشمس اس في ار الاس بي اف مالته 50 تجين سعره 35 او 45، الاي اس 50 تجين سعره 25. على الرغم من ذن الاثنين عديتهن بنفس الوقت واقي، ويعني خلينا نقول اساس يعني بشي شكل مبيض انه للوجه. شنو هذا الاختلاف أكيد بالاسعار؟ يعني هل هو يعني اصلا طريقه الاستيراد مالتها وعلى ما يجيبوها وبالطياره وقمارك وضرائب وهاي الشغلات، فطبعا راح يزيد سعرها. حتى الادويه يعني مثلا تشوفين الشغلات العراقيه والعربيه سعرها ارخص من الاجنبي، يعني دائما الشيء الاجنبي يكون اغلى. ثاني شيء يعني انت كل واحد يشوف الشيء اللي يرتاح عليه، يعني هو مو شرط انه هذا غالي معناته احسن من الرخيص، لا والله مرات اشياء رخيصه ترتاحين عليها. يعني فانت الشيء اللي يناسب بشرتك تشوفين انه ما طلع عليك حبوب من تخليه او شيء، المهم شيء يناسب بشرتك. يعني يعني لا تستمرين على واحد، يعني اذا ما مرتاح علي غيري دائما، غيري الغير شركة لحد ما تحصلين على الشيء تحسين نفسك ارتاحتي به. يعني دكتورة ما نقدر نربطها انه هذا مثلا خلينا نقول البسيط او السعر يكون مناسب، يعني مواد شمس ما راح يحمي الجلد الموجود؟ لا لا يعني ما له علاقة، يعني هو تشوفين من المكونات، يعني قلت لكم تشوفون المكونات مثلا الواقي الفيزيائي مكتوب عليه زنك اوكسايد رخيص او غالي، هو بيه موجود هاي بلي. ثم هو يعني يعني هو من استورده وغير، يعني هم خاضع للسيطره النوعيه وانه يسوون فحص عليه ويتاكدون ان هاي الماده موجوده او لا. انما الاسعار منخفضه اللي هي بالكوزمتيك العادي. ها مو هنا يجي كوبي مرات، يعني نفس الشركه براند يعني دي يقلدوها، مثلا بلي. شركه لاروش سيرافي دي يجي منها تقليد، يعني وحتى تشوفي كله نفس الشيء مكتوب بنفس الكتابة، مكتوب مثلا بلي. ميد ان فرانس، هو يطلع كوبي. شكرا جزيلا دكتور. هو طبعا يفضل انه تشتريه من صيدليه، يعني خصوصا اي شيء طبي تشتريه من صيدليه لانه يكون خاضع للرقابه اكثر مما محلات الكوزمتيك.
دكتورة مرات ما نتخلين الواقع ورا فترة يسبب لك استمرار، يعني مو ده هو نفسه، وبعد يعني مثلا فد 3 أيام 4 أيام يعني تخلين الواقع يختفي هذا. يعني مرات تجي حالات انه تباعين للوجه انه هذا الواقع اللي مستخدمته صار قديش نوع استمرار، هل هو هذا صار ابسورشن عالي من اشعة الشمس اللي سلطت على الوجه؟ لو انت تعرضت مثلا فد يعني سايد افكت معين يعني نتيجة مثلا ظروف يعني فد شيء يعني بينما انت ثاني يوم ثالث يوم الاسمرار. لا لا مو بعد ما تزيدي، يعني انت مثلا هسه خليتي واقي وانه خلال مثلا انه تستخدمينه يصير قديش يوم من الايام يعني شلون هيك مثل السايد افكت، تصير قديش نوع من الاستمرار بالبشره تتفاجئين بعدين انه تغسلينه وتخلين انه يعني تبتعدين عن الواقي، فثاني يوم مثلا تعيدين ماكو هذا الاستمرار، شنو السبب؟ سبب هل انه اشعه الشمس سلطت على الوجه ويعني لا مرات اكثر ما خلي يعني ما كرر كل ساعه اي واقي يتكرر كل ساعتين لان هو الحمايه مالته ماكسيمم ساعتين يعني لازم كل ساعتين يعني ثاني شيء احتمال ما اختاره تمام مناسب حسب شكلك. لا هو بالعكس كلش يوم من الايام بودر ورا من الواقع بفرشه يعني يطش مظهر مات يعني نشف البشره حتى نصل لمعه. تمام تمام شكرا جزيلا على مود البودره الشفافه. هاي اول مره نسمع بالبودره الشفافه. من هاي البودرة الشفافة؟ شفافة ما تطي لون وتكون حرة ما مضغوطة، هاي ما تطي لون يعني بالفرشة تخليها تطين اللي هو اللمعة بالبشرة تطيش مظهر انه البشرة يعني شلون جافة ما بها هاي اللمعة ان شاء الله. استاذ احمد بس يريدون المحاضره اذا تقدر تدز لهم اياها كبي دي اف اللي ارسلت لك عادي ما عندي اي مانع. ان شاء الله من عندك. وكذلك اتقدم جزيل الشكر الى قناه شاهد لمواكبتها ومتابعتها لتغطيه المحاضرات والندوات الخاصه لمؤسسه كريم التطويريه لنشرها على قناه اليوتيوب. يعني هذه المحاضره ان شاء الله راح تنشر على قناه اليوتيوب الخاصه بقناه شاهد. تمام ان شاء الله خير. شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا لجميع الحضور. أنا نائب رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة الكريمة التطويرية. طبعا نشكر الأستاذة الدكتورة على إلقائها المحاضرة، كما نشكر الأستاذ الدكتور أحمد الشيحاني رئيس وحدة له النجاح والموفقية بالعمل، ودائما من نجاح إلى نجاح
وربي يوفقك وينطيك الصحة والعافية دكتورنا الغالي.